أهلا وسهلا بك في قناة الغد سيد ماتياس شمالي، مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة. شهدنا خلال الفترة الماضية العديد من الاحتجاجات من قبل الموظفين يعملون في البرامج النسائية وإذاعة الإرادة للمعاقين بعد أن أنهيتم عقودهم بشكل كامل. ما السبب؟ هل الأزمة المالية هي السبب وهل ما زالت قائمة؟ شكرا على سؤالك. من ناحية العقود، كان يجب علينا أن نوقف هذه المؤسسة من برامج المرأة، والسبب هو المال. انتهت أموالنا، فبعد نداء الطوارئ كان يجب علينا أن نضع الأولويات. الأولوية الآن هي للغذاء والصحة النفسية، وكان يتوجب علينا أن نوقف بعضا من هذه العقود بسبب العجز المالي، وهذا كان التأثير الرئيسي. أيضا هناك أمر آخر، هذه العقود كانت معروضة لبرامج البطالة التي كان من المفترض أن تكون قصيرة المدى. نحن نحاول أن نجد طرقا أخرى لنعمل مع هذه المؤسسات الشريكة. أيضا هناك أمر آخر، هذه العقود كانت معروضة لبرامج البطالة التي كان من المفترض أن تكون قصيرة المدى. نحن نحاول أن نجد طرقا أخرى لنعمل مع المؤسسات الشريكة. إذا كنت قد استمعت بشكل صحيح لسؤالك الذي أردت فيه معرفة الوضع المالي لدينا، أنا أريد أن أقول التالي: في العام الماضي 2019 وللمرة الأولى منذ عام 2012 تمويلنا أقل من مليار دولار، وهذا مقلق، وهذا تبين بعد حملة جمع التبرعات الناجحة. وفي عام 2018 حينما أخذنا أكثر من مليار، جمع التبرعات قد تأثر وتدهور بشكل كبير، ونحن قلقون من هذا الأمر. ثانيا، نحن قلقون من توقعات هذا العام، والمؤشرات هنا توضح أنه سيكون عاما صعبا. جمع التبرعات للعمل في فلسطين، وليس فقط للأونروا ولكن فلسطين بشكل عام، وأيضا للأونروا. أنا أيضا قلق من أنه في الشهور القادمة سنكون مضطرين بسبب قلة الدخل إلى إعادة ضبط بعض مشاريعنا هنا. يعني في ذات السياق، لو نتحدث بعد تنصل العديد من الدول من دفع تبرعاتها المعهودة لكم، هل تعتقد أن سبب ذلك هي محاولات لإنهاء عمل الأونروا وضمها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؟ أنا أعتقد أنه يتوجب علينا أن نفرق فيما بين الدول. هناك دول تشعر أنه ليس هناك حاجة للأونروا وأنها هي سبب المشكلات، وأنا أعتقد أن منهم الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا هنا لا أوجه إليها أصابع الاتهام، هم قالوا هذا بشكل علني: أوقفوا كل التمويل. إسرائيل هي دولة أخرى، القادة السياسيون يقولون أنهم لا يحتاجون للأونروا ويجب إنهاؤها، ولكن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يؤمنون بحاجة استمرار بقاء الأونروا، وهذا تمثل في تصويت تاريخي قبل فترة حين تم تجديد التفويض لنا. هناك 170 دولة جددت التفويض للأونروا في ديسمبر الماضي. تلك الدول كان من الممكن ألا تصوت لصالح تجديد التفويض للأونروا لولا إيمانهم بنا. فأنا لا أعتقد أن قلة الدعم المالي يمثل رغبة لأغلبية الأعضاء في الأمم المتحدة للتخلص من الأونروا. الشيء الواضح أن هناك الكثير من الدول الأعضاء نعي أنها لا تستطيع توفير الأموال بسبب حجم موازنة الأونروا. رسالتي أننا سنتغلب على إيجاد المال الكافي. الأمر ليس التخلص من الأونروا، لكننا سنواجه الصعوبات، ولن تكون أزمة وجودية من ناحية من يسعون لإيقافنا. اليوم من هي الجهات الداعمة الرئيسية للأونروا، وخاصة شهدنا في الربع الأخير من العام الماضي أن الإمارات العربية المتحدة قدمت الأموال وساهمت في إنقاذ التعليم حسب بيانات صادرة عن الأونروا؟ في آخر عامين، في 2018 و2019، كبار المانحين كانوا من أوروبا، على رأسهم الاتحاد الأوروبي كمؤسسة. في آخر عامين ألمانيا كانت الدولة الأعلى تبرعا، ويتبعها دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وآخرين مثل السويد.
في عام 2018 كان هناك إسهامات كبيرة من 4 دول خليجية، 200 مليون دولار تبرعت بها، منها الإمارات العربية المتحدة. وفي العام الماضي كانت المساهمة الجماعية أقل، ولكن نعم كان هناك دعم، ونحن ممتنين للدعم المستمر من الإمارات العربية التي أمنت التمويل لبرامج التعليم والبرامج الأساسية ومشاريع أخرى. الإمارات هي من أهم الداعمين والشركاء، ونحن نتوقع أن تستمر هذه العلاقة. في العام 2020، ما هي التحديات التي تواجه عملكم في قطاع غزة؟ أنا أعتقد أن الأونروا تنظر تحديدا بأن المشكلة الأساسية تكمن في عدم توفر المال الكافي لعملنا. أنا قلق على الدعم الإنساني وتوفير الغذاء لأكثر من 1 مليون إنسان وإعادة تأهيل مخيمات اللاجئين. هناك الكثير من الناس، ليس فقط من تضررت ودمرت منازلهم في عام 2014، ولكن هناك آخرين بيوتهم تهالكت مع مرور الزمن. الكثير من اللاجئين ينتظرون الدعم منا، وأنا قلق أننا لن نجد المال الكافي لتغطية الاحتياجات الإنسانية، والخدمات الأساسية سوف تتوسع. ومثال يعكس ذلك حجم الفصل الدراسي في 276 مدرسة يزداد. فعندما بدأت العمل قبل 2 سنين، كان الفصل الدراسي يضم أقل من 40 طالب، والآن العدد في ازدياد. وفي 22 مركزا صحيا تديرها الأونروا، نلاحظ ارتفاعا في أعداد المرضى كل يوم، وهذا يؤثر على جودة وتغطية هذه الخدمات، ولكننا لم نوقف خدماتنا. Being squeezed in terms of quality and coverage. كانت الأمم المتحدة حذرت سابقا أن العام 2020 قطاع غزة سيصبح منطقة غير صالحة للحياة. كيف تصفون الواقع اليوم؟ هل نحن نعيشه فعلا؟ For me, when I talk to بالنسبة لي، عندما أتحدث مع العاملين في الأونروا أو 1,400,000 لاجئ يعيشون في قطاع غزة، الانطباع العام هنا أن غزة لم تعد صالحة للحياة منذ فترة طويلة، ولا يجب علينا الانتظار لهذا العام حتى تصبح الحياة في غزة غير صالحة للأفراد والعائلات. الذي أعنيه هنا أن شخصا يعتمد في غذائه على الأونروا وليس له عمل أو القدرة على إيجاد عمل في الوقت القريب. أعتقد أن شخصا دون عمل ويحتاج الغذاء منا يعني أن هذه المنطقة لا تصلح للعيش، أو شخص مريض يحتاج للعلاج بالخارج ولا يأخذ تصريح مرور من السلطات الإسرائيلية. هذا أيضا يؤكد أن غزة لا تصلح للحياة، وغالبية الناس في غزة ليس فقط اللاجئين. غزة منذ وقت طويل هي مكان لا يصلح للعيش. السؤال الحقيقي هنا، لماذا غزة لم تنهار بعد بشكل كامل؟ هناك الكثير من النشاطات الاقتصادية، والكثير من الناس يعملون بأفضل ما لديهم يوميا. والذي أرغب بقوله في نقاط: أولا، تكاتف الفلسطينيين مع بعضهم، وأنا أندهش يوميا من سماع قصص كيف أن اللاجئين وغير اللاجئين يساعدون بعضهم البعض. وهناك أمر آخر، الناس الذين يعيشون في الخارج من الفلسطينيين يساعدون إخوتهم وعائلاتهم. وهناك نقطة ثالثة، الذي نقوم به كأمم متحدة والمؤسسات الدولية الأخرى كالصليب الأحمر. أنا أعتقد كمثال المساعدات الغذائية تمنع الجوع في غزة، وعملنا في التعليم والصحة مع دعم دول كثيرة مثل الإمارات العربية المتحدة يعطي الأمل للناس. طالما أن الأطفال يحظون بالتعليم، ولطالما هناك تقديم خدمة صحية جيدة، هذا شيء يعطي نوعا من الكرامة والأمل في المستقبل، وهذا يجب أن يستمر. ولكن طبعا الذي نحتاجه في نهاية المطاف للتغيير الجذري هو رفع الحصار وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. هذا الواقع المعاش كيف أثر على الصحة النفسية للسكان هنا في القطاع؟
That's a very important question about the psychological. هذا سؤال مهم للغاية بخصوص الصحة النفسية والاجتماعية للناس، لأنني في بعض المرات أقول في تصريحات صحفية أو جلسات نقاش مع الشركاء الدوليين: الذي يقلقني الأشياء التي لا نراها. أنت من الممكن أن تتحدث عن البطالة، وشيء واضح. أنت من الممكن أن ترى أناسا بلا عمل، ولكن الأشياء التي لا نراها طوال 13 عاما من الحصار وثلاثة حروب وتصعيد عسكري، أنت لا ترى ماذا يعني للناس ألا تتمكن من الحركة بحرية عبر المعابر والحدود وممارسة حركة التجارة بشكل حر للسلع، وكذلك في مراكزنا الصحية. العاملون في القطاع الصحي بالأونروا يحدثوني عن الكثير من الناس الذين يأتون للعلاج ويعرفون أن لديهم حالة نفسية معينة، وهذه ليست مفاجأة. أنا أعتقد أن الصدمات من الحروب والضغط على الناس من ناحية إيجاد فرص العمل وحياة أفضل يسبب تلك المشكلات. أنا بشكل شخصي أؤمن أن هذه الأوضاع يجب أن تتغير، أو أنها ستسوء، أو أنها ستؤثر على أكثر من جيل للتغلب على هذه المشاكل النفسية الجدية التي يعيشها الناس في غزة. السيد ماتياس شمالي، مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.